ويا رب دايما الاهلي مفرح جماهيره ومن حقنا نفرح بما انه في بريك طويل شويه لغايه لما نرجع نستكمل مشوار. فرحتي مش باللقب وفرحتي مش بالبطوله لانه جمهور الاهلي انا عارف شبعان بطولات، وفي اليوم اللي بيحقق فيه لقب او بطوله بيقفل الصفحه زيه زي الجهاز والاداره واللعيبه ويبص على البطوله اللي بعد منها. لكن فرحتي الحقيقه انه التوقيت بتاع البطولتين دول، سواء بطوله العالم للانديه وبطوله السوبر المصري او كاس النخبه مسماها الجديد يعني، جم في توقيت صعب جدا. خلينا نرحب باثنين من نجوم الاهلي والاثنين مهاجمين، كابتن اشرف ممدوح بيشرفنا النهارده. مساء الخير يا كابتن اشرف. مساء الخير يا احمد، والف الف مبروك طبعا بطوله السوبر. مساء الخير وسعيد دايما بوجودي معاك انت عارف، والحمد لله طبعا الفوز ببطوله باداء بنجاحات في نهايه سنه ان شاء الله تكون السنه الجايه كمان سعيده علينا وعلى كل مصر والامه العربيه باذن الله. وسعيد طبعا بوجود النجمه خالد ربيع طبعا بقى. نورنا واحد من نجوم النادي الاهلي في جيله الذهبي الحقيقه. كابتن رامي مساء الخير واهلا وسهلا بيك، اول مره بتشرفنا في السادسه. حبيبي يا كابتن احمد والله بنورك ومبسوط ان انا معاك النهارده ان شاء الله. اسمحوا لي قبل ما نحتفل ونخش في اجواء الفرحه مش بس بالتتويج سواء بالبرونزيه في كاس العالم للانديه او في السوبر في الامارات، هروح بس لزميلتي سالا حامد موجوده في صاله الشهداء في النادي الاهلي بتتابع مباراه العوده بين الاهلي والطيران. مساء الخير سالا، نعرف منك، انا عارف ان دلوقتي اعتقد في بريك، فنعرف منك اجواء المباراه والنتيجه وصلت لغايه كام دلوقتي. مساء الخير زميلي احمد، طبعا برحب بيك وبالتاكيد برحب بضيوفك الكرام وكابتننا طبعا الكبار الكابتن اشرف ممدوح والكابتن رامي ربيع وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت حاليا يا احمد انا متواجده داخل صاله الشهداء من داخل مقر نادي الاهلي بالجزيره طبعا عشان اقول لحضراتكم الاجواء بخصوص بتاكيد مباراه العوده زي ما انت قلت مباراه الاياب ما بين الاهلي والطيران في الدور التمهيدي لبطوله السوبر او دوري السوبر لكره السله السيده. خليني سريعا يا احمد طبعا اقول لك يمكن كابتن طارق خير استعد للمباراه بشكل جيد، يمكن كمان في المباراه مع لعيبه الدرجه الاولى متواجد العديد من اللاعبات من 18 سنه وال20 سنه كمان بيشاركوا في المباراه. يمكن كابتن طارق خير فضل انه يعني يصعد العديد من اللاعبات يكونوا متواجدين في مباراه اليوم. كمان خليني اقول لك انه اول كوارتر وتاني كوارتر من عمر المباراه يمكن خلص، والنتيجه حاليا لصالح نادي الاهلي 45 11 امام نادي الطيران، يعني دقائق ويعني المباراه زي ما انت شايف ورايا المباراه طبعا هتستمر ما بين الاهلي والطيران. يمكن حاليا احنا متواجدين دلوقتي في البريك او يعني الوقت الراحه اللي ما بين النادي الاهلي والطيران. يمكن خلاص المباراه حاليا بدات يا احمد، طبعا الاهلي يعني في المباراه بيأدي اداء قوي اداء متميز امام نادي الطيران، فان شاء الله يعني النهارده المباراه تستمر وتخلص لصالح النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي النهارده في مباراه الطيران وطبعا الصعود للادوار القادمه من بطوله الدوري. والان العوده مره في الاستوديو طبعا الكلمه ليك يا احمد تفضل. كل التوفيق للنادي الاهلي. اعتقد سلا يعني المواجهه حسمت من مباراه الذهاب اللي انتهت بفارق كبير جدا في النتيجه 97 27 وبالتالي ان شاء الله باذن الله التاهل للادوار النهائيه باذن الله مضمون لينا. يعني هنتابع مع حضراتكم طبعا. بشكر زميلتي سلا حامد الموجوده في صاله الشهداء في النادي الاهلي وان شاء الله كل التوفيق لنجمات سله الاهلي. ارجع لكابتن اشرف وكابتن رامي، كتير من الكلام يعني يمكن اللي مزود الفرحه شويه برونزيه ما هيش جديده علينا والسوبر يمكن ياما خدناه، لكن اللي مزود شويه الفرحه واحد حمله الانتقادات اللي توجهت للفريق على مستوى الاداء والنتائج والجهاز الفني في الفتره الاخيره وانت رايح على الصعب. انا قلت انه ثلاث ماتشات بتوع كاس العالم هم يمكن ثلاثه من اهم او اصعب اربع ماتشات في السيزون، ومن بعدها مع المجهود الكبير والحمل البدني والمستوى التركيز الصعب العالي جدا في كاس العالم رايح تلعب على طول مع فرق مريحه بقى لها 10 ايام ماتشين على بطوله ولقب كان الاهلي محتاجه، جمهور الاهلي محتاجين. رغم كده الاهلي قدم ماتشات عاليه جدا، نتائج محترمه جدا وتوج بالسوبر. يعني احنا تعودنا على ده، طول ما انت ناجح وماشي في مشوارك بتقابل دايما الانتقادات، لكن للاسف في ناس بتنتقد انتقاد سلبي يعني موجه، وده بيبقى غريب جدا لانه النادي الاهلي الحمد لله على مر تاريخ كره القدم في النادي الاهلي في افريقيا ومحليا النادي الاهلي الحمد لله بيحقق نجاحات غير طبيعيه غير مسبوقه، يعني ما عندناش حد في مصر في افريقيا حتى على المستوى الاسيوي ما فيش حد يقارن بانجازات وتاريخ النادي الاهلي. مستر كولر توجه له انتقادات كبيره جدا جدا رغم ان الراجل الموسم اللي فات العلامه الكامله في البطولات. هذا الفريق
او هذه المجموعه من 3 سنين عاملين نجاحات غير مسبوقه. يعني اعتقد ان مفيش حد في تاريخ كره القدم في مصر حقق حجم البطولات دي مع جيل طبعا الجيل العظيم للنادي الاهلي. لكن انت طول الوقت بيوجه لك انتقادات، طول الوقت بيوجه لك انتقادات سلبيه للاسف، لكن النادي الاهلي الحمد لله متعودين اننا بنمشي بنكمل في طريقنا، بتحقق البطولات رغم الانكسارات، ودي طبيعه النادي الاهلي او سمه النادي الاهلي العظيمه، انك لما يبقى في انكسار يعني زي خروجك او خسارتك بطوله مهمه زي السوبر ليج او الدوري الافريقي، صحيح خسرتها لكن قدرت توقف مره ثانيه، قدرت تحقق برونزيه كاس العالم باداء ونتائج، قدرت تحقق السوبر المصري باداء ونتائج، وده النادي الاهلي، هي دي أنا شخصيه النادي الاهلي. هنا بيبقى الرهان زي ما انت بتقول بالظبط كده نصا رمي على الشخصيه. يعني انا بيتهيألي وانت طالع من ظروف صعبه، نتائج على مستوى دوري ابطال افريقيا او على مستوى الدوري المحلي تعادلين كانوا يعني ما لهمش طعم بالنسبه للجمهور، قبلها خساره لقب الدوري الافريقي، قبلها السوبر الافريقي، مرحله كانت صعبه شويه على الجمهور ومثلت ضغط كبير جدا على مستر مارسيل، مع طبعا انت فاهم قصه السوشيال ميديا والاعلام ايضا الحقيقه كان ليه دور، مش هقدر استثني الاعلام. فكره انك انت بعد كده بتنقل من النقله دي انك رايح تلعب كاس عالم في السعوديه، مباراه افتتاحيه قدام اتحاد جده بنجومه باعلامه بجماهيره، فتظهر شخصيه النادي الاهلي. طبعا يا كابتن احمد، يعني في الاول عاوز اقول لحضرتك النادي الاهلي اللي حصل في بدايه السيزون ده امر طبيعي، يعني اي لعيب او اي رياضي بيمارس الكره بالذات، يعني الناس الموسم اللي فات مجموعه اللعيبه اللي موجوده ديت بالجهاز الفني خدوا 5 بطولات، كل البطولات اللي شاركوا فيها خدوها. بدايه السيزون لازم طبيعي كيرف اللعيب، يعني اللعيبه كلها كانت في التوب فورم بتاعها السيزون اللي فات، والدليل هم خدوا 5 بطولات بدايه السيزون اللي هي بدايه السوبر الافريقي، هو ده اللي خلى الناس كلها ابتدت تتكلم ان الاهلي السيزون ده مش هيبقى زي الموسم اللي قبله والبطولات هتبتدي بطوله ولا بطوله. لكن انا الراجل يعني رد على الناس كلها، كل الناس، مستر كوير اللي هو كان كل تفكيره في كاس العالم اللي هو قعد الناس كلها بتنتقده في الروتيشن وكل مباراه بيطلع 3-4، اتاري هو الراجل اصلا كل تفكيره يوصل باللعيبه الفورمه اللي هي كانت فيهم الموسم اللي فات اللي هو يظهر بقى بكاس العالم، وده اللي حصل فعلا. في ماتشين في الدوري سموحه والجونه التعادلين اللي هم ورا بعض دول، ما هو انت لما تتعادل مع الجونه وسموحه في الدوري طبيعي جدا انت كجمهور حتى وانت كرامي تبقى شايل هم ماتش اتحاد جد تقلق. صحيح اكيد اكيد، بس انا عاوز اقول لحضرتك برضو يعني دي سمه بقى شخصيه النادي الاهلي وشخصيه اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، وانا اتكلمت في الموضوع ده في احد البرامج برضو قبل البطوله باسبوع كان بيتكلموا معايا، قلت لهم لا النادي الاهلي يعني انت كنت متوقع شخصيا ان الاهلي يكسب اتحاد جد؟ انا ايوه طبعا. ليه؟ اولا النادي الاهلي اللعيبه كلها، في لعيبه كبيره جوه اللبس هتعرف تدي دوافع اكتر للعيبه اوريدي، طبعا المجلس الاداره مع الجهاز الفني في دوافع كل يوم. الدوري معلش انت الاهلي هنلعب المؤجلات هتبقى اول دوري فما فيش مشاكل، هي بس السوبر بطوله وارد، ما انت مش هتاخد كل البطولات، مفيش فرقه في العالم بتاخد كل البطولات، السوبر افريقي والدوري الافريقي ده احنا دخلنا بيه طبعا عشان العائد المادي وعشان حاجه كبيره ولسه اول سنه السنه دي تعمل، وجود النادي الاهلي طبعا في بطوله زي ديت بتقوي البطوله اكتر. وبجانب ده كله بقى اتحاد جد والمناوشات اللي كانت قبل الماتش والجمهور والسعوديه وجمهور الاهلي هنا واحنا واتحاد جده وكريم بنزيما مش بالاسامي، الكوره مش بالاسامي واللاعب الكوره والكابتن اشرف اكيد عارف حاجه زي كده، في حدث عالمي زي ده انا مش استفزوا الاهلاويه بس على فكره، لا ده كله استفزوا مصر كلها، جماهير الكره يعني الجماهير كلها بصراحه، يعني لقيت صفحات للزمالك وصفحات للاسماعيلي وصفحات لكل الفرق اللي بينك وبينها منافسه يعني قويه جدا، كله استفزونا كانت من اللحظات الحلوه والله بجد. طبعا وانا بقول لحضرتك يعني الحدث اللي بيبقى عالمي ده والناس كلها شايفاه، انا كلاعب كوره هبقى تركيزي مش هقول لحضرتك، وده الدليل اللي في ماتش اتحاد جده عدينا الماتش اللي بعده كان ممكن يعني كان الناس بقى خلاص بقى في طموح اللي احنا نكسر حته البرونزيه، فده الطموح اللي خلى الناس كلها زعلت شويه، بس على طول النادي الاهلي ما بيزعلش الناس، خدنا البرونزيه وصالح الجمهور بالصبر. طيب انا في اول حلقه دي يعني انا قلت فرحان لكولر لانه رد على كل الاصوات اللي ممكن تكون بلغت انه كولر لازم يرحل،
فرحان لكولر جدا لانه رد بشكل عملي، واعتقد انه لما تقيس انجازات الاهلي تحت قياده كولر في 2023 هتلاقيها استثنائيه، مش بس على مستوى النتائج والالقاب. يعني ما بقيس دايما، يعني مش هقول اسماء، بس في مديرين فنيين جم اشتغلوا في الاهلي جابوا القاب كتير، صح، بس ما متعونيش كجمهور كوره، يعني فيش اداء. لكن كولر الحقيقه على مستوى الاداء والنتائج 23 بالنسبه لي نختم بالعشرة. لكن تعالى بقى للعيبه. انا في اول حلقه اشرف كنت بقول انه وانتوا اتنين فراوده طبعا لعبتوا في النادي الاهلي مع مدربين كبار، اول حلقه قلت انه رغم ان الكل اجاد، كولر اجاد، جهازه المعاون اجاد، اللعيبه كلها بلا استثناء كانوا كلهم نجوم فوق العاده، لكن انا حسيت ان البطوله دي جايه في توقيت مهم جدا بالذات لاسمين، امام عاشور اللي خلص ماتش سيراميكا قبل النهائي وانتوني مودست اللي خلص ماتش النهائي. صحيح. الاثنين دول تعرضوا لحملات ممنهجه، اما لاغتيالهم معنويا بهدف انه ما يقدموش المردود المتوقع منهم قدام النادي الاهلي، واما محاوله لتصفيه حسابات مع الاهلي او مع اللعيبه نفسها. صحيح. امام تعرض لحمله كبيره جدا جدا منذ اعلان انضمامه النادي الاهلي. انتوني مودست حتى من جماهير النادي الاهلي ناس كتير جدا كانت بتشكك فيه. الاثنين دول جابوا بطوله مع كامل التقدير واحترام زي ما قلت لكل اسماء، ما فيش لعيب بيجيب بطوله طبعا التيم كله، لكن امام خلص ماتش سيراميكا ومودست خلص ماتش فيوتشر. صحيح. يعني عايز اقول ان الهجوم على امام، على امام عاشور تحديدا، يعني هو من شخص او يعني مش عايز لا من اقول كتير يا اشرف، والله مش كتير، لان امام من الاسماء. انا بتابع امام من وقت ما كان في المحل. يعني امام فعلا خامه مميزه جدا، وقبل حتى ما ينتقل للزمالك وقبل ما يسافر بره وقبل ما يجي النادي الاهلي هو خامه تتمنى انها تبقى موجوده عندك. امام لاعب مميز جدا، طموحاته مع النادي الاهلي اختلفت والدوافع عنده اختلفت، طريقه تفكيره كمان اختلفت بشكل كبير جدا. انا عاجبني جدا تركيزه، ولو فاكر يا احمد انا قلت لك قبل كده عاجبني ناس كتيره جدا في النادي الاهلي، لكن تحديدا الثلاث اسماء اللي هقول لك عليهم، قفشه، امام عاشور، كهربا. الثلاثه دول قفلوا ودانهم، قفلوا السوشيال ميديا، مش مركزين مع حاجه غير في الملعب وفي سيستم النادي الاهلي. الثلاثه دول فرقوا من بدايه وجودهم في النادي الاهلي بعد ما رجع كهربا وبعد ما انضم امام للنادي الاهلي وبعد قفشه ما تغير تفكيره وطريقه تفكيره مع مستر كولر، الثلاثه دول فرقوا كتير جدا 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 في مستواهم وتطور مستواهم بشكل غير طبيعي وافادوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا الفترات اللي فاتت. هو ده المعنى المقصود من انك تركز في الملعب بس. انت بتقفل ودانك عن كل الشكوك او الناس المشككين، لان انا شايف الحقيقه انها مغرضه زي ما قلت وحاجات موجهه، لكن اعتقد البطوله دي بالنسبه لهم هم طبعاً تخطوا المرحله طبعاً دي. يعني تخطوا المرحله يعني بشكل انا عارف اللعيب احساسه ايه بيبقى في الملعب، وهو محتاج يثبت حاجه لنفسه قبل ما يثبت طبعاً يكون بيثبتها للناس. بالنسبه للموديست، يعني انا شايف ان موديست لسه قدامه كتير عشان يقدر طبعا هدف اثرت المشوار، هدف اثر بشكل كبير جدا، هدف اثر المسافه ما بين طبعا ما بينه وما بين جمهور النادي الاهلي اللي كان فيه يعني حاله عدم رضا. لكن اعتقد انه يعني بالهدف ده وصناعه الهدف الثاني هم حسوا، عشان لو تقابلنا السنه الجايه ممكن مودست يبقى سيناريو مكرر من فلافيو مثلا، يعني ممكن تراهن على حاجه زي كده. هو ممكن يا كابتن احمد، بس يعني هو عامل السن هو اللي عامل المشكله. عشان بس نتكلم في الكوره، لا هو والكلام ده، هو الراجل ليه سي في قوي جدا. كان ده ماضي، يعني انا في الكوره ماضي خلاص. هو انت في واقع دلوقتي وانت جاي في نادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، بحاول دايما كابتن رامي احط نفسي مكان الطرف اللي انا بتكلم عليه. طبعا انت جاي في نقله صعبه شويه، يعني طبعًا انت جربت تلعب في الاهلي وخرجت من الاهلي وتالقت برضو طبعا، بس عارف انه وانت بتلعب في الاهلي غير في اي مكان تاني. انا عارف يا كابتن. فلما تبقى جاي من اوروبا وجاي من بوسيا دورتموند لمصر وافريقيا، انت مش بتبقى مستوعب الجوله اللي خدها او التور اللي عمله مودست مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا وفي كاس عالم انديه وفي بطوله امارات. جماهير الاهلي اللي حاضره في اي ملعب، اي ملعب في اي دوله كانت، حجم الجماهيريه والشعبيه، الفوز على كبار العالم، تحقيق لقب اول، مع بيتهيألي بالنسبه للعيب بتقرب كتير من المسافات. فيعني
كنت بتكلم مع كابتن اشرف في الوقت اللي انا رحت فيه النادي الاهلي. معلش يعني انا رحت في وجود فيلافيو ومتعب واسامه حسني واحمد بلال وعبد الحميد حسن، فانا رايح وجاي من شارع الدخان. انا بقى داخل النادي الاهلي وكان فاروق طبعا تقريبا كمان معاك. مين؟ فاروق تقريبا كمان. لا كابتن فاروق كان مشي. عاوز اقول لحضرتك مثلا ان انا رحت النادي الاهلي، اولا اسم النادي الاهلي كبير طبعا ورايح من الدرجه الثانيه، ده لوحده قصه. وما تروح بقى في مكانك بتلاقي 6-7 فراوده من يعني كل فرود، انا اسف الكلمه، يشيل فرقه لوحده، فده موضوع بالنسبه لي تحدي صعب تاني يعني. تحدي الاسم لوحده وتحدي مكاني اللي انا العب. لكن هو الراجل جاي، انا اسف في الكلمه يعني، ماشي هو جاي من اوروبا وجاي من دوري قوي، يبقى الثقه عنده. طب الثقه عنده انت ومفيش حد كتير، والراجل جاي وهو اللي جايبك، فاكيد الراجل هيديك مساحه كبيره اللي انت تلعب. لازم هو يدي حق حتى للراجل يعني، مستر كرر على طول بيساعده. هو يعني انا مستني منه اللي هو يحاول يساعد نفسه ازاي. يعني مثلا في مباريات كتير كان ينزلها، انا امبارح كابتن احمد ليله المباراه اللي هي اول امبارح، عاوز اقول لحضرتك مثلا كل كوره كل كوره كانت بتجيله، دي حاجه ما كانتش بتحصل في جمهور النادي الاهلي، كان الصوت بيعلى عليه هو يعني. الجمهور كمان حاسس اللي هو خلاص ايه، احنا زهقنا. فدي حاجه، دي حاجه مزعله الواحد وانا حاسس بيه، بس هو في نفس الوقت لا، بس هو عيني برضو الوقت اللي نزل فيه الناس كلها كانت اعصابها مشدوده جدا. يعني 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 هو اخر 15 دقيقه هتكلم معاكم فيها برضو ان هم فيهم دروس كتير جدا طبعا للي جاي طبعا. يعني مش عايز ابوظ الفرحه، بس ال 15 دول ما ينفعش يعدوا كده. ال 15 دقيقه من بعد ما الاهلي كان متقدم بهدفين والكل حس خلاص انه الكاس في الجزيره طبعًا. بما فيهم ال 11 اللي كانوا موجودين في الملعب، لكن كره القدم لا والاهلي طبعًا. لا لغايه صفاره الحكم. فانا عاوز اقول لحضرتك هو لازم يساعد الراجل ويساعد نفسه. يعني مثلا في ماتشات كتير مثلا لازم ينزل، لو حتى الكوره مش متوقعه يعني. هو بعد ما جاب الجون لقيت ترد فعله العالي، كروسات ما ماشي، انت ساعد الناس يعني. هو اكيد طبعا هو واضح اللي هو بيلعب بدماغه كويس، وهو والكابتن اشرف وقفته اللي هو يلعبها من الثبات دي وتروح طبعًا. بالقوه دي والبعيده لا هو بيلعب بدماغه كويس جدا. بس هو كابتن احمد عامل السن اللي هيعوقه شويه، والاهلي بيلعب في ليفل عالي على طول، بطولات كلها صعبه، حتى الدوري المصري صعب، مش سهل. اي فرقه بتقابل الاهلي انت عارف بيبقى خلاص في فرصه ماشي. بتجيب لعيب وفي فرصه صحيح. بتخلص هي هتساعد على بشكل لعيب. كبير يعني هتساعد بشكل كبير. النقطه الثانيه بقى في امام، عاوزك يعني امام اصلا فنيا ما ينفعش حد يتكلم عليه خالص. والكلام ده الواحد قاله اللي هو الراجل فنيا لا من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر يعني. انا كابتن اشرف شافه في المحله، انا ركزت معاه اما راح الحرس. ايوه هو لعب في المحله وحرس الحدود، هو محله والزمالك حرس وطلع عارة حرس ورجع تاني المحلة والزمالك اشترى من المحلة. أيوه. انا السيزون ده كنا ماسكين ممكن انا وكابتن عماد النحاس اسوان، لعبنا ضده، هو اصلا كان بيلعب جناح شمال. ايوه ما بيلعبش ولا 8 يعني، على طول بدايته كان زي طاهر زي الشحات كده. فكان عاوز اقول لحضرتك كان طالع ستايل لعيب اوروبي ما يلعبش في مصر، اللي هو يجي ويتطور ويلعب 8 ويلعب بوكس تو بوكس، بيبقى بالامكانيات ديت وبيدافع كويس وبيهاجم كويس. ما ينفعش انا اتكلم عليه فنيا، انا زعلان او الطرف الثاني زعلان اللي هو راح النادي الاهلي ازعل، لكن ما اتكلمش عليه فنيا. هو يعني انا عقب على التصريح بتاعه بعد المباراه امام، هو قال كلمه النادي الاهلي في سيستم، دي جمله معروفه اي حد، والدليل كهربا، انا اسف في الكلمه، وده تطوير. ايوه كهربا اما كان في الزمالك وكهربا دلوقتي هو في النادي الاهلي، في فرق شاسع عشان سيستم، انت بتدخل في تراك بتمشي عليه، مفيش حد يقدر يتكلم في اي حاجه، وده ده ده دي قوه النادي الاهلي. صحيح. هو بقى امام اللي بعد كده ما كنتش حابب ليه، هو لعيب كبير وهيقابل الحاجات دي كتير جدا، فانا مش عاوزه يركز في الحاجات دي ويهتم بيها. كان مضغوط بس. ايوه مش عاوز يهتم بيها. الخمسه دول طيب، قبل ما اسالكم عن 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 خمس ماتشات دول، لانه شايف انه مكاسبهم بعيدا عن البرونزيه وال وبعيدا عن عن في كاس العالم للانديه وبعيدا عن كاس السوبر، رجعوا لنا لعيب او اسماء كتير للتوب فورم بتاعتها. اسماء كانت ناس بتقول انها بعدت، انها تراجعت، انها قلت. عايز اشوف من وجهه نظركم مين لعيبه الاهلي اللي فاقت او جابت الفورمه بتاعتها في الخمس ماتشات دول. بس اسمحوا لنا نروح لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا. محدش ينكر انه البدايه ما كانتش افضل ما يكون، وجماهير النادي الاهلي كانت قلقانه. يمكن الانتقادات كانت موجهه بشكل كبير لمستر كولر على مستوى النتائج والاداء، لكن ده كان بالتاكيد ترجمه
تراجع عدد كبير جدا من الاسماء اللي قال عليهم كابتن رامي ربيع في البدايه، ده كان طبيعي جدا بعد موسم طويل وموسم شاق ونجاح في التتويج بخمس القاب انه الكيرف ينزل. لكن برضو من مكاسب بعيدا عن البرونزيه وبعيدا عن بطوله السوبر او كاس السوبر انه الاهلي استعاد كتيبه الحقيقه، مش عايز اقول اسم ولا اتنين، لكن في مجموعه من نجوم الاهلي ظهروا بشكل اكتر من رائع في ظروف صعبه، في ضغط ماتشات وقت ضيق جدا مع مستوى منافسه عالي جدا، وكان الاستفزاز استفزاز قدراتك تشكيك فيها هو ده اللي بيطلع، هو ده الحافز عند لعيبه النادي الاهلي عشان تطلع افضل ما عندها، وده اللي ظهر الحقيقه في الخمس ماتشات الاخيره سواء في كاس عالم الانديه او في بطوله السوبر. خلينا نتكلم على افضل الموجودين او افضل ناس ظهرت او استعادت مستواها بشكل كبير جدا في البطولتين. كابتن اشرف بتتكلم في ليفل كمان عالي جدا، صعب جدا كاس عالم الانديه كمان يعني يعني شايف ياسر ابراهيم. هل انتوا وانتوا لعيبه لما الماتش كان بيبقى رتيب ممل ما بتطلعش كل اللي عندك، دي حقيقة، لكن لما بيبقى في حد مستفز قدراتك بتطلع 120 و150 بتختلف في كل الاحوال. يعني كاس العالم انديه دايما براهن على النادي الاهلي في كاس العالم انديه لان الاجواء ممتعه، يعني تخلي اي حد يطلع كل اللي عنده. شايف ياسر ابراهيم طبعا من الاسماء المهمه جدا اللي فرقت، واللي انا حزين جدا لما نيجي قائمه المنتخب طبعا قائمة المنتخب. والله قلت نفس الكلام في الاول. محمد هاني كان في بعض الاوقات بعت شويه وبيرجع، لكن مستواه ثابت من خمس ست مباريات. حسين الشحات طبعا من اهم الاسماء، واعتقد يا رومي كمان بيرسي تاو برضو وكهربا ومروان عطيه كمان. يعني اسماء يعني ست سبع اسماء الحقيقه قدروا يرجعوا بقوه لمستواهم الطبيعي، المعادلات البدنيه والفنيه والذهنيه مع النادي الاهلي فترات طويله يعني. فاعتقد الحمد لله البطولتين دول فرقوا كتير جدا جدا في عوده مستوى النادي الاهلي مره ثانيه يعني. طيب هناخد بريك طويل شويه لغايه نص فبراير تقريبا، لغايه لما نرجع ان شاء الله زي ما قلت لكم على مواجهه شباب بلوزداد، والاهلي راحه لغايه يوم 11. كل الاعين بقى والانظار متجهه على منتخب مصر اللي هيبدا مهمه صعبه ولكنها ليست مستحيله تحت قياده روي فيتوريا في كان كوت ديفوار 24. واحنا اكثر المستفيدين يعني، النادي الاهلي فعلا اكتر المستفيدين بالراحه دي. لا بس انا بعد انا بمناسبه اكتر المستفيدين، انا بعد بطوله كاس العالم ما خلصت قلت انه اكتر جماهير الاهلي فرحانه فرحانين بلعبتهم، فرحانين بمستوى الاداء، مش بس بالبرونزيه، البرونزيه دي احنا متعودين عليها صحيح، لكن فرحانين بالشكل اللي ظهر بيه الفريق في البطوله. قلت اكتر المستفيدين من مشاركه الاهلي في بطوله العالم هو روي فيتوري صحيح، وقلت انه قبل بطوله امم افريقيا بانه الاهلي يظهر في مواجهات من المستوى دي، لا تقول لي بقى ماتشات وديه مع المنتخب ولا تقول طبعا. انت بتتكلم على مستوى مواجهه صعب جدا توب ليفل، لعيبه على اعلى مستوى، يكون الاهلي يظهر بالشكل ده فيتوريا اكيد قاعد بيغني ومبسوط. لكن فاجئني الحقيقه في اختياراته. طب استعرض مع بعض كده القايمه. طبعا يعني كان اول مفاجاه طبعا وجود ياسر، وانا عاوز اتكلم على ياسر وكوكا بالذات يعني. الكابتن اشرف اتكلم عن الناس اللي هي كانت الفورمه قلت شويه في بدايه السيزون وكان في كلام عليهم زي علي وحسين وتاو ومروان، لكن ياسر مش بيفاجئنا، ياسر على طول وبالذات في بطوله كاس العالم بتلاقيه ياسر تاني خالص فعامل بطوله كويسه جدا. طب خلينا ناخدها بالترتيب يا كابتن رامي. حراس المرمى اختار الشناوي محمد واحمد، نجم الاهلي وقائد منتخب مصر وقائد النادي الاهلي، واحمد الشناوي بيراميدز، محمد ابو جبل بنك اهلي، محمد صبحي. طبعا يعني انا شايف اختيارات كويسه يعني، كنت شايف ناس بتتكلم على انا كنت بتكلم لا يعني انا شفت الصبح يعني اول ما عمل القائمة. على 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 جاد في المصري كانوا بيتكلموا برضو اللي هو ماشي كويس الفتره الاخيره ديت، بس هو الراجل ده انا قعدت معاه اول ما جه وكنا ماسكين الاتحاد السكندري. الراجل ده عنده ميزه كابتن احمد اللي هو بيتكلم مع كل مدير فني لكل نادي، اهم مميزات دي مميزه في النقطه دي فعلا، ميزه مش عند اي حد. كان بيجي يقول له انت اللعيب قدامك كل يوم، لكن انا اسف في الكلمه، انا بشوف اللعيب يومين في الاسبوع في مباراه وبقعد اركز معاه، لكن انت اللعيب وهسالك وهتكلم معاك وبيتطور معاك ولا لا، او كان بيتكلم في طريقه لعب هو حبيبها عاوز الدوري كله يبقى بيلعب نفس الطريقه. فهو راجل في الاختيارات انا شايف الاربعه دول كويسين موافق يعني. رغم ان ارقامهم او مش حجم مشاركتهم
فيها كلام. هو خد على قبل كده، هو حابب السن الصغير وطلع يتكلم عليها. خد اكتر بعمل الخبره، هو خد على القناعات. انا شايفه اكتر على قناعاته هو. مقتنع مستوى يعني، بدليل ان حسين الشحات يعني هل طبيعي في ظل القناعات دي مثلا انه لما نيجي لخط الدفاع نلاقي اسم مثلا؟ انا يعني ضربت مثال وتاني مره بكرر عشان اللي ما حضرش الكلام قبل كده تبقى الامور واضحه. انا ما بتكلمش بالالوان ومش بتكلم على لعيبه عشان هي تخص النادي الاهلي، لانه انا في النهايه في الاول والاخر يهمني العناصر اللي تفيد منتخب مصر. انت اخترت احمد حجازي، وبالتاكيد حجازي لاعب مهم جدا على مستوى الخبره وعلى مستوى القياده بره الملعب وجوه الملعب. واخترت عمر كمال، وعمر كمال واحد من افضل المواهب المصريه في الفتره الاخيره، وبالتاكيد حتى لو كان مصاب وغاب عن المشاركه مع فيوتشر فبالتاكيد هيكون وجوده مهم مع المنتخب لو احتاجته. كان نفس مقياس حجازي وعمر كمال، كانش ممكن ياسر ابراهيم واكرم توفيق يكونوا موجودين مثلا؟ وليه بتقيس ده بده يعني؟ ليه ياسر ابراهيم بيلعب بقاله فتره طويله جدا؟ انا بقول لك يعني عشان الاصابه. انا بتكلم على يعني عشان الاصابه. رجع ياسر، هو ياسر رجع فتره طويله طبيعي يعني. هو طبيعي، هو راجل لسه ناهي كاس عالم ولاعب سوبر، فالراجل اصلا في الملعب زيه زي محمد الشناوي. محمد الشناوي طالع اجهاد، وهو طالع اجهاد بالظبط، مش كبير. حجازي مفيش خلاف عليه، لكن حجازي بعيد عن المشاركه، فورمه المباريات مش عنده بالظبط، فالبطوله صعبه وملاعب اصلا اصعب، فالموضوع هيبقى بالنسبه له صعب. طب بعيد عن الاصابات يا كابتن احمد، انت قيسها فنيا. معلش يعني ياسر الفتره الاخيره فنيا، انا بتكلم ككوره، لا اعلى من علي واسامه واحمد. أنا مش عشان انا بنتكلم عشان منتخب مصر، بنتكلم فنيا. بنتكلم فنيا، لو انا فنيا بختار، لا يبقى منعم ياسر واختار اي حاجه بعده. ده الطبيعي. ايوه ده الطبيعي الفتره دي، الفتره دي اللي احنا بنتكلم في الواقع دلوقتي، هما الاثنين دول واكمل بيهم اي حد. لكن هو انا اسف واخد علي واسامه واحمد سامي، كلهم لعيبه مميزه. ايوه مش تقليلا، لا مش بقلل، بس احنا بنتكلم فنيا. انا دلوقتي كابتن اشرف، احنا الاثنين استرايكر، بس هو في التوب ليفل دلوقتي. انا ممكن اقول لك اسماء لعيبه ما يكونش عندها فرصه المشاركه في كاس افريقيا، لكن كان مهم جدا تتواجد للي جاي بعد كده. احنا بنتكلم عن كاس عالم 2026، تقريبا 60-70% من الاسماء دي هتكون مش موجوده. مش موجوده، عامل السن. لعيبه مثلا عمر فايد عامل شغل، احنا بنتابع المحترفين. أيوه. هنا كل يوم اربع. فمحتاج لعيبه تتواجد تاخد الخبره بتاعت تعرف فكرك. يعني لو انت كملت معانا، المفترض ان الراجل ده جاي مشروع طبعا، فلو انت كملت معانا يبقى شارك معاك وتدرب معاك وفهم طريقه لعبك وفهم اسلوبك وتمرن وخد خبرات من اللعيبه اللي جنب منه. حجازي لو موجود معاك النهارده ممكن يبقى مش موجود السنه الجايه. صح. علي جبر نفس الحكايه. اقصد اقول انه فكره تواصل الاجيال اللي بيقولوا انها كانت سبب رئيسي في بعد مصر عن التتويج، ان ما كانش في تواصل الاجيال ده. طب عشان ما ناخدش وقت كبير في خط الدفاع، خط النص حمدي فتحي، امام عاشور، النني، مروان عطيه، احمد سيد زيزو، نبيل كوكا، محمود حماده المصري. يعني مش شايف في غير حسين الشحات يعني من الاسماء اللي استبعدت يعني في الحته اللي فوق، في الحته اللي في النص دي، في وسط الملعب دي او في الناحيه الهجوميه دي. كنت شايف من ضمن الاسماء اللي كان ممكن يكون ليها دور مستقبلا مصطفى زيكو، كان ماشي بشكل جيد. أيوه. جدا. قفشه للاسف في الفترات الاخيره ما بيشاركش بشكل قوي، لكن أيوه. عنده خبرات كبيره جدا. يعني اعتقد دول الثلاث اسماء بالنسبه لي اللي ممكن يكون يعني عليهم خلاف شويه. هو طبعا هو حسين يعني هو الناس اللي على الدايره دول كلهم منطقيا كده يمكن عشان في وفره. يعني حسين طبعا في وفره من اكتر اللعيبه اللي فايقه في الفتره الاخيره، وفعال ومؤثر جدا يعني. احنا وما عندكش الخامه دي، خلي بالك يعني المجموعه دي يا رامي اللي هم الحته اللي فوق يا كابتن اشرف، يعني عمر مرموش ستايل حسين مختلف عنه تماما. ما عندوش حد بالريزيجيه يعني عمر وتريزيجيه الاثنين تحسهم هم ستايل واحد في الكوره يعني. حسين لا، حسين مختلف تماما عنهم طبعا. خامة مختلفه. مصطفى فتحي هو واخده ستاند باي لمحمد صلاح لو هو غير في والمباراه شغاله، ساعات بيقوم مطلع مصطفى محمد ومدخل محمد صلاح تسعه ويلعب مصطفى فتحي مكان محمد صلاح، فهو في الحته دي. لكن انا برجع في حته خط الوسط، لا هو الراجل كله كده كويس. انا شايف المجموعه الاخيره دي يا كابتن اشرف هو اللي يعني على طول حسين الشحات يعني ده احسن من الشحات. انا حاطه في الحته بتاع الهجوم، لكن انا بتكلم على الحته اللي هي في خط الوسط. لا الراجل من فتره هي دي المجموعه
وكان موجود طارق حامد يعني عشان طارق حامد طارق حامد الموقف الاخير اللي حصل وبعدين اعلن اعتزاله دولي فهو خلاص دخل كوكا ودي حاجه كويسه عشان كوكا وعلى اعتزاله دولي دولي عشان حس اللي هو هيبقى بعيد عشان حس انه بعيد ولا حس انه مشواره مع المنتخب ما يسمحش انه لمدير فني انه يعمل معاه فكره لا. يعني وناس ياما ناس اعتزلت الدولي ورجعت ولا ايه؟ ايوه بس انا قصدي اللي هو عبد الله السعيد مش كان من ضمن الاسماء اللي اعتزلت بعدين هو استبعد من القائمه الاولانيه استبعد عواد ياسر طارق حامد دونجا لا بقول لك عبد الله السعيد يعني اعتزل دوليا والراجل والراجل رجعه وحسين الشحات ورمضان صبحي وشيكابالا ومحمد شريف شريف شايفين انه كان كنت شايف ان شريف بصراحه فايق الفتره دي يعني في الدوري السعودي ماشي بشكل جيد جدا ويعني مستوى منافسه قوي جدا ومستوى المنافسه مختلف يعني الدوري السعودي دوري قوي جدا والراجل ماشي بشكل مميز جدا وكنت شايف كمان اوفا يعني اوفا برده من اسماء ام بي كويس يعني طبعا مستقبلا يعني بنتكلم على فكره ان ممكن يبقى عندك وما عندوش خبرات طبعا لسه لكن شايفه من ضمن الاسماء اللي كان على فكره عبد المنعم ما كانش عنده اي نوع من اي خبره عبد المنعم ما كانش حد يعرفه اساسا خلي بالك وراح مع جده كيروش عبد المنعم راح سموحه لا يعني معلش جمهور الكره في مصر لما كان بيتفرج على بطوله امم افريقيا وكيروش راح جاب لعيب اسمه محمد عبد المنعم طبعا الناس كانت اول مره تشوف محمد عبد المنعم مثلا عندنا ناجي جده محمد ناجي جده محمد ناجي جده كانش لعب ولا مباراه دوليه يعني وقت ما خد ايوه خد دوره وديه في قطر وبعدين طلع ميدو خرج وهو دخل مكانه ما هي البطولات دي بس انا على كلام حضرتك يا كابتن احمد لو هو عاوز معلش كابتن رامي ما حدش كان يتخيل انه ماتش اتحاد جده ديانج بقى بره وكوكا صحيح صح ولا غلط كان واحد من نجوم المباراه يعني بيلعب على فابيني وعلى انجولو كانتي قدم جيم عالمي وخلى علي معلول رجع فورمته تاني واحد من ادوار المدرب طبعا وبالتالي اكتر حد عنده المساحه دي هو مدير فني منتخب يعني اي مدير فني نادي هو مجبر على السكواد ال 25 لكن العين اللي بتشوف المدير الفني اللي بيشوف كل اللعيبه دي وبيعرف يختار بعينه دي واحده من اهم الحاجات الكواليتي لازم تبقى موجوده في مدير فني منتخب صحيح طبعا من الناس برضو اللي في خط الهجوم اللي هو استبعدهم يعني ما دام هو يعني انا كنت شايف اسامه فيصل عمل البطوله الاخيره برضو في منتخب الاولمبي كويس جدا كان ممكن برضو يديله زي ممكن. عمر فايد يعني يدخله في وسط الناس اللي هي الكبيره ديت كبير محتاج تعمل محتاج ده. ايوه يديله الثقه اكتر ايوه عندنا منتخب اولمبي كويس على فكره طبعا جدا مستقبل مصر ان شاء الله فيهم لعيبه كتير جدا مبشره ان شاء الله مستقبل مصر الفتره الجايه واعتقد ومنهم فيتوريا هيبقى في كاس العالم وجود فيتوريا الاربع سنين او التعاقد معاه لمده اربع سنين هو مشروع متكامل للمنتخب الاولمبي مع منتخب القومي فده اعتقد انه هيعمل طفره ان شاء الله لمنتخبنا يعني باذن الله شايفين البطوله ازاي وهل مصر رايحه تنافس على اللقب وحظوظنا فايقين قادرين ولا البطوله صعبه المنال على لا المنتخب. البطوله صعبه جدا صعبة. جدا لكن منتخب مصر يعني اصبح سكواد مميز في انسجام في من فترات طويله المجموعه دي بتلعب مع بعض في قائد محمد صلاح موجود مع الشناوي طبعا مع الاسماء اللي موجوده في لعيبه كبيره وتقيله عندهم خبرات كبيره جدا صحيح في السنغال وكوت ديفوار المغرب جزائر تونس في اسماء كبيره منتخبات كبيره جدا جدا وعندهم اسماء يعني مميزه جدا محترفين في كل العالم لكن مصر اعتقد ان ممكن توصل لابعد نقطه اتمنى بس ان تركيزنا لان احنا دايما في البطولات المجمعه دي بتفرق معانا جدا جدا عمليه التركيز الكبير يعني اتمنى ان شاء الله احنا نوصل لابعد نقطه حتى لو نوصل للنهائي طيب. لكن بطوله صعبه الحقيقة. الجمهور بيقيسها كده لو انتم مختلفين معايا قولوا لي تتويجك بالبطوله هو قمه النجاح طبعا وخروجك من دور المجموعات وخصوصا ان مجموعه مصر يعني مفترض انه فريق راح ينافس مجموعه سهله سهل. اقوى فرقه فيها غانا اللي ما بقتش غانا صحيح. قمة الفشل هو انك تخرج بدري بدري طبعا. ما بينهم ازاي نعتبر او ازاي نقيس ادنى درجات النجاح لروي فيتوريا واقصى درجات الفشل يعني لو حقق ايه نقدر نقول انه قدم بطوله ناجحه مع منتخب مصر والمشروع ده يستحق انه يستمر او نقول انه لا هنا لازم يبقى في وقفه هو طبعا يعني هو الراجل منتخب مصر متصنف من المنتخب اللي هو لا يعني مش هقول لازم طبعا مفيش في الكوره حاجه اسمها لازم بس هو رايح ينافس بس انافس ديت زي ما حضرتك بتقول يعني الفشل بيتقاس لو انا خرجت من دور المجموعات من اول دور
ده يبقى فشل. لكن ان انا اوصل زي البطوله اللي قبل كده وصلنا نهائي مع السنغال فده عاوز اقول لحضرتك ده كان نجاح لكيروش اللي هو يوصل بالمنتخب لابعد مكان كده ويلعب النهائي مع السنغال، فدي حاجه كويسه. فهو الراجل كل الناس بصة وشايفة اللي هو لازم البطولة ديت مش هيقبلوا على الأقل من البطولة اللي فاتت اللي أنا لازم أوصل. وأنا برضو رغم اللي في منتخبات في المغرب والجزائر وتونس، بس اللي أنا عاوز أقول لحضرتك في المنتخبات دي بالذات في بطولة أفريقيا كابتن أشرف يعني السنة البطولة اللي فاتت كان الجزائر راح كأس عالم، المغرب كان راح كأس، لقيتهم في بطولة أفريقيا بيأدوا بأداء مش كويس جدا، كان تركيزهم فهو كانوا مش مركزين، ما بيهتموش ببطولة أفريقيا قوي زي المحافل اللي هي الكبيرة. لكن احنا كمنتخب مصر لا متعودين عليها، والجيل ده الواحد يتمنى اللي هو فاضل له اللي هو ياخد بطولة افريقيا عشان يبقى حقق كل حاجة يعني. فان شاء الله يعملوا بطولة كويسة. تواصلت مرة مع هيكتور كوبر نهائي قدام كاميرون، وصلت مرة مع كيروش قدام السنغال وبنفس الجيل اعتقد يعني مجموعة كبيرة كبيرة 70-80% من نفس التشكيلة. ايه اللي اختلف او الطريقة او شخصية منتخب مصر في النسخة بتاعت فيتوريا عن نسخة كيروش ونسخة هيكتور كوبر؟ الجاهزية، لان انا شايف ان مثلا مع مستر كوبر كانت مجموعه اللاعبين ما عندهمش خبرات كبيره، كانت لسه مجموعه يعني ما فيش تالف وانسجام وما كانش في طريقه لعب، يعني كنا دايما بنتكلم الدفاعيه اقصد يعني ما كانش في توازن ما بين الدفاع والهجوم، ما كانش في شكل، الطريقه كانت واضحه كانت واضحه جدا طبعا، لكن ما كانش في جاهزيه بالشكل ده. يعني احنا عندنا خط هجومي مرعب بالنسبه لي، الاسماء اللي موجوده في الخط الهجومي عندنا من افضل الاسماء موجوده في يعني كمان صلاح، تريزيجيه، مرموش، مصطفى محمد، زيزو، مصطفى، كلهم اسماء كبيره جدا جدا. كهربا وفاء كده طبعا، واحد كهربا ان شاء الله انضمامه لمنتخب مصر باذن الله تعالى ان شاء الله يكسر الدنيا يعني. فمجموعه يعني انا شايفهم من افضل الاسماء الموجوده في افريقيا والعالم، وبالتالي لا في جاهزيه تفرق كتير جدا عن قبل كده مع مستر كوبر. الخط الهجومي تحديدا يقدر يعمل لك التحولات الهجوميه دي، يقدر يعمل لك نقله كبيره جدا جدا يعني تضغط بيها على المنافسين، عكس قبل كده انت كنت بتستقبل دايما هجوم المنافسين عليك لانك اقل او اضعف او احساسك بده لعدم الجاهزيه. النهارده الموضوع اختلف تماما يعني. فشايف ان شاء الله ان ممكن المجموعه دي تحقق، لان خدوا خبرات كبيره جدا. خدوا خبرات كبيره ليهم هم شخصيه، يستاهلوا بصراحه. هو كمان الراجل فيتوريا يعني اسلوب لعبه مختلف جدا عن كيروش وعن كوبر خالص يعني. هو بيلعب بيعتمد على المجموعه كل، مش على فرد واحد بيلعب كوره. عملوا بصراحه كان هو اسلوب لعبه مختلف تماما يعني. كوبر وكيروش عاوز اقول لحضرتك كابتن جوهري شويه، يعني كابتن جوهري في نفسه جدا. لو لاحظت علي جبر واحمد حجازي واقفين على كوس 18 ونص، خط نص الملعب قريبين منهم، ومحمد صلاح نزل على نص الملعب وبتعمل كونتر اتاك على صلاح. فصلاح لو كان في مع الاثنين المدربين دول لو اتلعب عليه مان في اي مباراه ما بيتلاقوش، لكن هو دلوقتي الراجل ده بيلعب كده نجحوا في الوصول لنهائي طبعا نهائي افريقيا بالشكل ده بالطريقه دي بالطريقة. لكن هو الراجل ده اسلوب لعبه مختلف تماما، بيشتغل على المجموعه تحرك شويه، المجموعه كبيره من اللعيبه. ووجود كهربا برده ده برضو قلل من فرص حسين شوية. أنا شايف كده برضو يعني، هو ممكن يكون شايف كهربا بيلعب طرف شمال وبيلعب تسعة، بيلعب تسعة و11 فبيلعب في مكانين، فأي مدير فني بيبص على اللعيب اللي بيلعب في كذا مكان في الملعب بيحلله مشاكل جوه الملعب. يعني كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. الرهان الحقيقة على المنتخب السنة دي مختلف بشكل كبير، وإيمان المصريين حتى مع وجود منافسة تكلم على عتاولة في أفريقيا النهاردة، منتخب مغرب رابع عالم، سنغال حامل لقب، كوت ديفوار اللي بتستضيف البطوله، الى جانب طبعا منتخبات كالعاده عدناها دايما قويه وحاضره المنافسه زي تونس والجزائر والكاميرون، فبالتاكيد بطوله مش سهله. لكن احساسي انه ما فيش سنه او ما فيش نسخه من الكانكو نعرف فيها زي السنه دي، وباذن الله يكون التوفيق حلفنا. اختم معاكم بملف كل جماهير النادي الاهلي بمجرد نهايه ماتش السوبر بتتكلم فيه، الميركاتو الشتوي اللي يبدا ان شاء الله يوم الاثنين من وجهه نظر كابتن اشرف كابتن رامي. هبدا بالمراكز الاول، اهم المراكز اللي شايفين انه الاهلي محتاج انه يفكر فيها ويدعمها. كان في اجتماع بين مستر كولر وكابتن خطيب على احتياجات الفريق قبل ما الراجل يروح اجازه، واكيد اداره الاهلي هتشتغل على الملف ده. من وجهه نظركم افضل المراكز او اهم المراكز اللي محتاجتها ده؟ يعني انت بتشتغل على مرحله، على الاقل المرحله اللي جايه، لكن اعتقد ان المرحله اللي قبل بدايه الموسم كانت مهمه جدا تشتغل
على الفترة دي أو الموسم ده، لأن كان عندك بطولات مهمة جدا من بداية الموسم. كان يعني عشان كده كان في تعاقد مع موديست. أنت رضا سليم إن شاء الله يرجع إن شاء الله بإذن الله مع العودة للتدريبات، هيرجع إن شاء الله بعد ما اكتمل البرنامجين التأهيلين. أنا شايف إن مهاجم طبعا إضافة كبيرة، مهاجم طبعا مهم جدا جدا. صحيح موديست يعني ابتدى يرجع شوية، لكن أنت لسه محتاج مهاجم بمواصفات تحت السن ولا جاهز. فكرة تحت السن دي يعني صغير قوي. النادي الأهلي محتاج حد عنده خبرات، لكن سنه 23-24 سنة، إيه الأزمة؟ يعني فكرة تحت السن دي ما عندوش خبرات، وده أنا مش محتاجه دلوقتي. يعني أقصد أقول إنه أنت لو هتجيب مهاجم فوق السن يبقى محتاج تطلع واحد من المحترفين. لو تحت السن هتخلي العادي تحت ويلعب تحت أي ظرف. أنا محتاج مهاجم يستحق ان ينضم للنادي الاهلي. مهاجم قوي فايتر يعني سوبر. لان الاهلي فعلا محتاج، بدليل ان احنا خسرنا بطولات كتيره جدا نتيجه انك بتضيع فرص كتيره جدا جدا. بس مهاجم متكتفي يعني شايف، انا شايف الميركاتو ممكن يكون عندنا مثلا مدافع مع الثلاثه اربعه الموجودين، باك ليفت مع كريم ديبيس ومع علي، لكن الاهم هو الحقيقه المهاجم. كابتن رامي، انا متفق مع الكابتن اشرف طبعا. هو بس المشكلة في الميركاتو الشتوي بيبقى الموضوع صعب جدا، ونادي يطلع لعيب مميز عنده موسم او بيعتمد عليه يبقى الموضوع صعب. وده اللي انا كنا بنتكلم عليه في بداية. طب خليني قبل ما نتكلم على الاسماء اتكلم على المراكز. انت شايف في مراكز تعاني في النادي الاهلي ولا مفيش حاجة اسمها معاناة؟ لا مفيش معاناة خالص. انا شايف انت لو جبناها من حراسة المرمى، في الشناوي، في مستوى شوبير، محمد هاني، اكرم، علي معلول، كريم، كوكا، يعني انت بتتكلم برضو مع اللاعب اللي هو بيلعب في كذا مكان، ده بيحل لك مشاكل كتير. ايوه الدايره، مروان وامام والسليه وديانج وخالد عبد الفتاح. فانا بقول لك والحته اللي فوق هي اللي انا محتاجه سترايكر 9-9، سترايكر اللي هو بيقدر الفرقه تطلع عليه يعتمدوا عليه، بيجي وقت لازم مش كل حاجه يبقى حسين وبيرستاو. لو المفاتيح دي اتقفلت هيبقى الموضوع صعب. الاعارات بتاعتك، في حد لفت نظرك يستحق انه يرجع في نص الموسم ولا يبقى الوضع او الحاله على ما هو عليه؟ لا يعني اعتقد لسه شويه. قدوسي ما لفتش نظرك؟ جدا. وانا شايف انه استمراره لو مش هيلعب ويستمر او يرجع يلعب في النادي الاهلي، لا يستمر لنهايه الموسم. متفق كابتن رامي؟ طبعا. مره ثانيه اقول لكم الف مبروك. يعني زي ما توقعت انت في اخر مره تقابلنا، هنختم السنه بفرحه حلوه، واعتقد فرحتين يعني مرضيين بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، سواء الفوز ببرونزيه، سيبك من البرونزيه، العروض اللي قدمها النادي الاهلي خصوصا قدام اتحاد جده وراوا ريدز، ثم الفوز والتتويج بالسوبر المصري في اول نسخه للبطوله بشكلها الجديد. بشكر طبعا كابتن رامي ربيع، بشكر كابتن اشرف ممدوح. مبروك مره ثانيه، وكل سنه وانتم طيبين. سنه سعيده. السنه الجايه ان شاء الله نتقابل ان شاء الله. ويعني مش عايز حسين وياسر يزعلوا، ان شاء الله اللي جاي افضل. كل الدعم لمنتخبنا طبعا ان شاء الله. رامي نورتنا، ويعني فرصه سعيده جدا انك تشرفنا في سادسها لاول مره، واكيد طبعا ان شاء الله نتقابل تاني يا كابتن قريب ان شاء الله. كان مهاجم مميز جدا، لكن الظروف كانت صعبه جدا. لا ومميز جدا كمان، احنا اكتشفناه النهارده في طبعا تحديدا. ان شاء الله باذن الله يبقى ضيف دايما معانا في السادسه. نورت الدنيا كابتن رامي، مبروك مره ثانيه. يا رب ان شاء الله يعني سنه تبقى سعيده عليكم، وسنه سعيده على جماهير النادي الاهلي وعلى كل المصريين ايا كانت انتمائهم. سنة بالخير والصحة والسعادة دايما. بشكركم على المتابعة، تحياتي لكم.